هنبدأ نتكلم إن شاء الله عن الأسئلة الخاصة بجزء الكيمستري. أول حاجة هنبدأ بيها جزء الكالكوليشنز. في شوية حاجات محتاجين نعرفها في التعامل مع موضوع الأسئلة. الأسئلة بتبقى اللي هي خاصة بالحسابات بتبقى محتاجة شوية تفكير، إما من ناحية التحويلات من ملي المايكرو للتر الكلام من ده، او من ناحية معرفة ان المول بيساوي من المادة الفلانية بيساوي كذا، او عدد افوجادرو، او معرفة العناصر الاساسية الخاصة بالجدول الدوري والعدد الذري او العدد الكتلي بتاعها، لان ده هو مفتاح الاجابات لكل الاسئلة الخاصة بالكالكوليشنز تقريبا. واحيانا انا ما بحتاجش، يعني في اسئلة كتير هو بيبقى مديني المعطيات اللي انا محتاجها، وكل الفكرة ان هي بتبقى السؤال محتاج شوية تفكير في خطوة معينة محتاج اعملها هي اللي بتحللي الايه السؤال كله. قبل ما نبدأ في الاسئلة ان شاء الله هنتعرف بس على بعض الجنرال نوتس كده الخاصة بالكالكوليشنز. عندنا بعض البريفكسز اللي هي الخاصة بالارقام، سالب 10 أس سالب 1 أس سالب 2 أس سالب 3 و10 أس 2 أس 3 والكلام ده. في حاجات بتتكرر كتير فمحتاجين نعرفها، زي مثلا 10 أس سالب 1 أو بيرمز لها بالرمز دي سي، 10 أس سالب 2 سنتي، 10 أس سالب 3 ملي. يعني ما يقول لي ملي كذا، الملي من أي حاجة يبقى إيه 1 على 1000 من الحاجة دي، أو 1 في 10 أس سالب 3. طيب المايكرو يبقى 1 × 10 × 10 ٦. النانو 10 × 10^9. طيب لما نيجي بقى الارقام، الارقام البوزيتيف هنلاقي 10^3 كيلو، 10^6 ميجا، 10^9 جيجا، و10^12 تيرا. الحاجات دي يعني متداولة ومعروفة بس بتلخبط في الاسئلة. لما نيجي نحول من ميلي المايكرو لنانو، دي بتعمل ايه لخفنا شوية، فمحتاجين الكام واحدة دول نكون عارفينه. طيب عندي حاجة بيسموها ثابت افوجادرو او افوجادروس كونستانت. ده عدد البارتكلز اللي هي مولوكيولز او الاتومز او الكومباوندس الموجودة في مول واحد من المادة. يعني ما يقول لي 1 مول من المادة الفلانية بيحتوي على عدد ثابت اللي هو عدد افوجادرو من المادة دي. العدد ده بيساوي 6 × 22 ألف أو 23 ألف في 10^23 لكل مول. يبقى 1 مول من أي مادة، يعني 1 مول من الكربون، 1 مول من المية، بيحتوي على 6 × 22 ألف في 10^23 مولوكيول من المية. أحيانا بتاخد الرمز اللي هو ايه ان ايه اللي هو افوجادرو نمبر. طيب ايه هو المول بقى؟ بيقول لي المول وحدة من وحدات القياس بتاع المواد. 1 مول من اي مادة زي ما قلنا هو عدد الجزيئات الموجودة اللي هي بتساوي 6 × 22 ألف في 10^23 للمادة دي، او بتساوي المولوكولار ويت للمادة دي. يعني 1 مول من CO2 بيساوي الوزن بتاع الجزيئات المكونة او الذرات المكونة لجزيء CO2. يعني هنيجي نبص على الجدول الدوري مثلا، هنلاقي الكربون الكتلة بتاعتها 12 والاكسجين الكتلة بتاعتها 18. يبقى انا عندي CO2 عندي واحدة كربون وعندي 2 اكسجين، يبقى 2 × 18 زائد 12 اللي هي الكربون، مجموع دول على بعض يديني مثلا رقم. يبقى 1 مول من المادة دي بيحتوي على ايه العدد الكتلي او العدد الايه اللي بيسموه المولوكولار ويت بتاع المادة دي. طيب في تعريف تاني للمول بدأ ينتشر يعني من بقاله كام سنة كده، اللي هو the amount of pure substance contains the same number of chemical unit as there are atoms in exactly 12 جرام من الكربون. بأن الكربون حاجة ستاندرد يعني، فهو بيقولوا ان هو كمية
المادة الموجودة في نفس الوحدات زي عدد الاتومز الموجودة في 12 جرام من الكربون، اللي هو في الاخر هيبقى عدد افوجادرو، لان عدد افوجادرو ده عدد ثابت. يعني اي مول من اي مادة بيحتوي على عدد افوجادرو. طيب تعال نشوف مثال عشان نفهم الكلام النظري ده. بيقول لي مثلا 1 مول من المية بيحتوي على 6.22 من 10^23 مولوكيول من المية. طيب relative formula mass of water 18، بمعنى ان 18 جرام من المية بيحتوي على 6.22 من 10^23 مولوكيول من المية. طيب ال 18 جرام دي جت منين؟ اللي هي المولوكولار ويت بتاع المية H2O، عندي 2 H كل واحدة فيهم بواحد، وعندي الO ب16، يبقى 16 زائد 2 ب18 جرام، يبقى ده المولوكولار ويت او الوزن الجزيئي، او احيانا بيسموه المولوكولار ماس بتاع المية. يبقى 1 مول من المية بيحتوي على 18 جرام مية بيحتوي على 6.22 من 10^23 جزيء للمي او مولوكيول يعني. طيب تعال نشوف المثال ده كده. بيقول لي calculate the number of water molecules الموجود في نص مول من المي. طيب number of molecules اللي هو لو في 1 مول يبقى زي ما قلنا هو عدد افوجادرو، يعني 6^10^23. طب هنا بيقول لي نص مول، يبقى انا هضرب عدد افوجادرو ده في نص يديني ايه؟ 3 × 10^23. طيب عندي حاجة بيسموها الدايلوشن ايكويشن. ايه الفكرة دي؟ انا مديني حاجة بيقول لي مثلا تركيزها 70%، تمام، عايز اطلع منها حاجة تركيزها 50%. يعني مثلا عندي شوية ملح محطوطين في شوية مية، تركيز الملح في المية 70%. 70% دي يعني ايه؟ يعني انا عندي 70 جرام من الملح محطوطين في 100 ملي من المي. طيب انا عايز اخلي التركيز 50%، هعمل ايه؟ بعتمد على المعادلة اللي عندي دي، اللي هي بتقول الكونسنتريشن في البداية مضروب في الحجم في البداية بيساوي concentration في النهاية مضروب في الحجم في النهاية، اللي هي بيسموها C1V1 بتساوي C2V2. طيب نطبق الكلام ده على مثال. بيقول لي what is the volume of a given 10 ملي مولار stock solution is required to make 20 ملي of 50 مايكرو مولار solution. طيب فين الفوليوم وفين الكونسنتريشن قبل وبعد؟ تعال نقرأ كده واحدة واحدة. انا عندي المعادلة بتقول C1V1 بتساوي C2V2. C1 ده اللي هو التركيز قبل ما اخفف خالص، قبل ما اعمل اي حاجة هلاقيه بيقول لي 10 ملي مولر. طيب V1 ده عايزه، انا هو بيقول لي what is the volume، يبقى V1 ده معرفوش، هو مديني التركيز بس مش مديني الحجم. طيب التركيز التاني بقى اللي هو بعد التخفيف قال لي 50 مايكرو مولر، والحجم النهائي بعد التخفيف قال لي 20 ملي. طيب يبقى المطلوب ان انا اعرف الحجم قبل التخفيف، هحط المعادلة واعوض C1V1 بتساوي C2V2. C1 10 ملي مولر، C2 50 مايكرو مولر. هنا ملي مولر وهنا مايكرو مولر، يبقى لازم احول واحدة فيهم للتانية عشان تبقى ايه التمييز حاجة واحدة، يعني اما كله بالملي اما كله بالمايكرو. طيب لو احنا حولنا للمايكرو يبقى انا بحول هنا ايه من ملي المايكرو، يبقى هضرب في ايه؟ في 10^3. يبقى ال 10 ملي دي بتساوي 10,000 مايكرو. يبقى لما نحط المعادله
سي 1 10000 مايكرو في في 1 دي انا معرفهاش بتساوي سي 2 50 في في 2 اللي هو 20. يبقى اذا الفي 1 بتساوي 50 في 20 على 10000 يعني بتساوي 1/10 ملي اللي هي 100 مايكرو لتر. يبقى انا كده عرفت الحجم الاصلي اللي كان عندي قبل التخفيف. نفس الكلام ممكن هو يطلب كونسنتريشن ممكن يطلب فوليوم قبل او بعد، في الغالب بيديني 3 حاجات ويبقى عندي مجهول واحد انا بعوض في المعادلة. طيب اللعبة بيبقى فين؟ اللعبة بيبقى في التمييز، يعني دي ملي دي مايكرو دي نانو، فلازم اخليها كلها حاجة واحدة، يعني كله بالملي كله بالمايكرو كله بالنانو، دي لازم تبقى حاجة ثابتة. طيب نبدأ كده نشوف. اول سؤال بيقول لي كم عدد المولات في 180 ملي جرام من الجلوكوز. الجلوكوز ده الاستراكشر بتاعه C6H12O6، الوزن الجزيئي بتاعه او المولكولار ويت او بيسموه المولر ويت او المولر ماس 180 جرام في المول، يعني 1 مول من الجلوكوز بيحتوي على 180 جرام. هو بيقول لي 180 ملي جرام، احنا قلنا من جرام لملي جرام هضرب في 1000، تمام؟ يبقى الكمية اللي عندي عبارة عن 1/1000 من المول، يعني ايه؟ يعني 1 ملي مول، او زي ما انت شايف كده 1/10^3 مول، تمام؟ 10^3 دي معناها ايه؟ 1/1000، تمام؟ يبقى الكمية اللي هو مديها لي تمثل كام مول من الجلوكوز؟ قال لي تمثل 1/1000 من المول. 1/1000 من المول ده اللي هو 1 ملي مول اللي هو 1000 مايكرو مول، 10^3 مايكرو مول، ماشي. طيب بتحتوي على كام اتوم او كام مولكيول الكمية دي من الجرامات؟ لو احنا فاكرين اي مول من المادة بيحتوي على عدد افوجادرو اللي هو 6/23 من 1000 في 10^23. طب هنا الكمية اللي عندي مش 1 مول، ده 1 ملي مول، يعني انا طيرت 1000 طيرت 10^3، يبقى انا 10^23 هشيل 3 تبقى 10^20. يبقى اذا الكمية دي فيها عدد مولوكيولز 6/23 من 1000 في 10^23 في 10^20 مولوكيول. طيب بيقول لي عندي قد ايه صوديوم في 40 جرام من الصوديوم هيدروكسيد NaOH. المولر ويت او المولر ماس بتاع NaOH 40 جرام في المول. طيب انا ممكن احسب المولر ويت او المولر ماس دي؟ طبعا ممكن احسب، بشوف العدد الكتلي للصوديوم كام، الاقيه مثلا 23، والعدد الكتلي للاكسجين الاقيه 16، والعدد الكتلي للهيدروجين الاقيه 1، يبقى 1 + 16 = 17 و23 يبقى 40. يبقى اذا ال 40 جرام اللي عندي دولت يمثلوا 1 مول من ال NaOH، تمام؟ يعني 1 مول من ال Na و1 مول من ال O و1 مول من ال H مجتمعين كده على بعض ادوني 1 مول من ال NaOH، تمام؟ طيب فيهم قد ايه صوديوم؟ احنا قلنا 1 مول من الصوديوم، وطالما 1 مول يبقى عبارة عن 6/23 من 1000 في 10^23 اتوم او مولكيول. والصوديوم الماس بتاعته هتبقى 23 جرام. طب لو انا عايز احولها لكيلو جرام اقسم على 1000، طالما بنحول صغير لكبير بقسم، طالما بنحول كبير لصغير بضرب، هنا بقسم على 1000 يديني 23 من 1000 كيلو جرام. طيب انا بجيب الوزن الكتلي منين او العدد الكتلي؟ بلاقيه في الجدول الدوري البريودك تيبل. هنا مثلا الصوديوم هلاقي العدد الذري بتاعه 11، العدد الكتلي 22.9، يعني تقريبا 23. هنا مثلا هنا الاكسجين العدد الذري بتاعه 8، يبقى العدد الكتلي بتاعه 16. في الغالب يعني اغلب العناصر بيبقى العدد الكتلي ضعف العدد الذري.
مش بالظبط الرقم، لكن ايه يعني ممكن يزيد سنة يقل سنة، بس في المجمل بيبقى ضعف العدد الذري. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول لي انا عندي قد ايه كربون في 32 جرام كالسيوم كارباين. كالسيوم اللي هي الرمز بتاعها سي اي، و سي 2 يبقى كالسيوم سي اي سي 2، الواحد مول منه بيحتوي على 64 جرام. تمام، فهو بيقول لي انا عندي كام كربونة موجودة في الكالسيوم كربايت. عندي كربونتين. ماشي، طيب لما اجي ابص على الارقام، هي حسبة الكالكيوليشن في الاساس اقرب الى الرياضة منها الى الكيمياء. يعني ايه؟ يعني هو دايما بيلعب في الارقام، الرقم اللي مديهولي نص الرقم الاساسي، ربعه، ضعفه، وبالتالي الحسبة بتمشي على كده في الاجابات. يعني هنا مثلا 32 جرام كالسيوم كربايت، هلاقي الواحد مول من الكالسيوم كربايت فيه 64 جرام، ال 32 جرام دي نصها. تمام، يبقى اذا الكمية اللي عندي عبارة عن نص مول من الكالسيوم كربايت. طيب الواحد مول من الكالسيوم كربايت اللي هو ده فيه كام كربونة؟ سي 2، يعني فيه كربونتين وكل واحدة منهم العدد الكتلي بتاعها 12. يبقى المفروض لو انا عندي واحد مول من الكالسيوم كربايد يبقى الكتلة بتاع الكربون اللي موجودة فيه تساوي 12 زائد 12 تدينا 24. طب هو بيقول لي انا عايز اعرف في قد ايه كربون في 32 جرام من الكالسيوم كربايد، يعني في نص مول من الكالسيوم كربايد. احنا قلنا الواحد مول من الكالسيوم كربايد بيحتوي على ايه؟ على 24 جرام من الكربون، يبقى النص مول بيحتوي على 12 جرام من الكربون. طيب ال 12 جرام من الكربون دول يمثلوا ايه؟ يمثلوا واحد مول. احنا قلنا المول من اي ماده يساوي العدد الكتلي او بيسموه المولوكولار ويت للماده دي، كام جرام في واحد مول. تمام، الكربون لو رجعنا للجدول الدوري كده هنلاقيه 6 والعدد الكتلي بتاعه 12، يبقى الواحد مول من الكربون فيه 12 جرام. وطالما هو واحد مول يبقى 6 × 23 من 1000 في 10 أس 23 اتوم، وال 12 جرام دي هي هيها ال 12 من 1000 كيلو جرام. احسب قد ايه هيدروجين في 188 مللي جرام من الفينول. ايه الفينول ده؟ لو بيبقى حلقة بنزين عليها او اتش، الفورميولا بتاعته او الكيميكال فورميولا بتاعته سي 6، يعني 6 كربونات اتش 6، 6 هيدروجينات او. طيب المولر ماس بتاعته 94 جرام لكل مول، يعني الواحد مول من الفينول بيحتوي على 94 جرام من مادة الفينول دي. طيب هو بيقول لي شوف لي قد ايه هيدروجين في 188 ملي جرام من الفينول. انا هشوف ال 188 ملي جرام دول بيمثلوا قد ايه من المول. انا هشوف المول من الفينول بيبقى فيه قد ايه هيدروجين. قال لي هلاقي ان فيه انا عندي 6 هيدروجينات، يعني 6 جرام. يبقى الواحد مول من الفينول في 6 جرام هيدروجين. يبقى اذا ال 188 مللي جرام من الفينول فيهم كام هيدروجين؟ لما اجي احسبها يعني حسبة قصاد حسبة كده، بقول الواحد مول اللي هو 94 جرام، يعني اللي هم 94000 مللي جرام من الفينول بيحتوي على 6 جرام هيدروجين. عرفت 6 منين؟ اهو انا عندي الاستراكشر في 6 هيدروجينات وكل هيدروجين العدد الكتلي بتاعها 1، يبقى 6 في 1 ب6، يبقى ال 94 جرام فيهم 6 جرام هيدروجين. يبقى اذا ال 188 جرام فيهم كام؟ اضرب طرفين في وسطين يطلع لي 12 مللي جرام من الهيدروجين. ال 12 مللي جرام دول بيمثلوا 12 مللي مول، او 1.2 × 10^2 من المول. تمام، يبقى انا لما جبت ال 12 عرفت منها ال 12 مللي جرام ده كده
انا عندي قد ايه من الجرامات من الهيدروجين في 188 مللي جرام من الفينول، وبناء عليه عرفت الكمية دي بتمثل قد ايه من المول. وطبعا حولت بقى من الملي مول للمول، ان انا ايه بقسم على 1000 زي ما قلنا، لان انا لما بحول من الصغير للكبير بقسم، يعني لما بحول من ملي مول لمول بقسم على 1000، على اي 1000 اللي هي 10^3. لو بحول من المول للملي مول بضرب في 10^3 اللي هي 1000. طيب calculate the mass of potassium كروميوم اند اكسجين في 1 مول من البوتاسيوم دايكروميت. بوتاسيوم دايكروميت اللي هو K2 Cr2O7، المولر ماس بتاعته او المولر ويت بتاعته 294 جرام لكل مول. هو بيقول لي انا عندي 1 مول، فعايز يعرف الايه الكتلة بتاع كل واحد فيهم. طيب انا عندي هنا لازم اخد بالي من حاجة، انا عندي 1 مول من البوتاسيوم دايكروميت، لكن المكونات بتاعته اللي هو البوتاسيوم لوحده والكروميوم لوحده والاكسجين لوحده من كل واحد منهم مش 1 مول. يعني مثلا البوتاسيوم عندي K2 يعني 2 مول، CR2 2 مول، الاكسجين 7 مول، تمام. لكن لما يتجمعوا مع بعض بيدوني مركب جديد، المركب ده 1 مول منه فيه 294 جرام. طيب يبقى انا عندي هنا لما اجي اشوف عندي كام بوتاسيوم، 2، العدد الكتلي بتاعها مثلا 39، يبقى 39 في 2 يديني 78 جرام. يبقى انا عندي 78 جرام من البوتاسيوم. ال 78 جرام من البوتاسيوم دي تمثل كام مول من البوتاسيوم؟ تمثل 2 مول من البوتاسيوم. طيب عندي كام اكسجين؟ عندي 7 اكسجينات يمثلوا حوالي 112 جرام، اللي هي 7 في 16. طيب ال 112 جرام دول يمثلوا كم مول؟ يمثلوا 7 مول من الاكسجين، تمام كده. يبقى انا الفكرة الاساسية ان انا ببقى عارف المادة اللي عندي انا عندي كم مول منها، والمولر ماس بتاعتها كم جرام في المول، وكل حاجة من المكونة ليها الرمز بتاعها، وعندي كم مول منها والمولر ماس بتاعتها كام. طيب بيقول لي انا عندي قد ايه من الامونيوم نيتريت اللي هو ال NH4NO3 تحتوي على 56 جرام من النيتروجين. طيب الامونيوم نيتريت دي المولر ماس بتاعتها 80 جرام لكل مول، ماشي. طيب اما اجي ابص على الاستراكشر، انا عندي كام نيتروجينه؟ 2. عندي كام نيتروجينه؟ 2. النيتروجين المولر ماس بتاعته ايه؟ 14. يبقى انا عندي 14 و14 28. طيب يبقى اذا انا عندي 1 مول من الامونيوم نيتريت بيحتوي على 28 جرام من النيتروجين. طيب هو مديني 28 جرام؟ لا، مديني 56. 56 دي اللي هي ضعف الايه؟ ال 28. يبقى اذا انا عندي كام؟ 2 مول. يعني لو انا عندي 2 مول من الامونيوم نيتريت هلاقيهم بيحتوي على 56 جرام من النيتروجين. طيب ال 2 مول من الامونيوم نيتريت دول يساووا قد ايه؟ قال لي يساووا 160 جرام، اللي هي 16/100 كيلو جرام. تاني هو بيقول لي دلوقتي انا عندي 56 جرام من النيتروجين موجودين في قد ايه امونيوم نيتريت. ده الاستراكشر بتاع الامونيوم نيتريت، في كام نيتروجينه؟ 2. العدد الكتلي بتاعهم او المولر ماس بتاعهم كل واحدة فيهم 14، يبقى الاتنين 28. 28 دي لما احسبها رياضيا هلاقيها نص ال 56. يبقى اذا ال 56 موجودين في ايه؟ ال 28 موجودين في 1 مول. يبقى ال 56
موجودين في 2 مول. يبقى اذا انا عندي 2 مول من الامونيوم نيتريت بيحتوي على 56 جرام من النيتروجين، وال2 مول من الامونيوم نيتريت دولت عبارة عن كام جرام؟ عبارة عن 160 جرام. احسب انا عندي قد ايه من المولكيولز والمولات في 171 ملي جرام من السكروز. هو مديني هنا المولر ماس بتاع السكروز 342. هو عايز يعرف انا عندي كم مولكيول وكم مول. حلو، الواحد مول فيه 342 جرام، خد بالك. طيب يبقى كم مول فيهم 171؟ هضرب طرفين في وسطين، ماشي. لو ان الواحد مول فيه 342 جرام، يبقى كم مول فيهم 171 ملي جرام؟ التركة هنا هي ان انا احول الملي جرام دي لجرام، او احول الجرام لملي جرام. المهم ان لازم الوحدات تكون في الطرفين نفس التمييز بتاعها، يعني لو هنا ملي جرام يبقى الناحية التانية ملي جرام، لو هنا جرام يبقى هنا الناحية التانية جرام. يعني هنا دي ممكن اخليها ال 171 دي 171 من 1000 جرام. يبقى اذا واحد مول من السكروز بيحتوي على 342 جرام سكروز، يبقى اذا كام مول علامة استفهام كده بتحتوي على 171 من 1000 جرام من السكروز. اما احسبها طرفين في وسطين هيديني نص ملي مول. طب النص ملي مول ده لو ضربته في 1000 يديني 500 مايكرو مول، لان المايكرو اقل من الملي، وزي ما قلنا من ملي المايكرو بضرب في 1000، لما اضرب النص في 1000 يديني 500. طيب هنا حب يحولها لمول بس، فقال لي ايه؟ قسمت على 1000، فبقت نص على 1000 اللي هي 5 في 10 اس سالب 4 مول. طيب النص ملي مول ده بيحتوي على كام مولكيول؟ احنا قلنا الواحد مول بيحتوي على 6.23 من 1000 في 10 اس 23. يبقى اذا النص ملي مول بيحتوي على كام؟ طرفين في وسطين، يبقى 3 في 10 اس 20 مولكيول، اللي هو ايه؟ جاي من ثابت افوجادرو. How much copper dioxide اللي هو بيسموه اكسيد النحاس الثنائي موجود في عينه بتحتوي على 320 جرام من الكبر؟ المولر ماس بتاع الكبر 64، تمام. طيب هو بيقول لي كبر اكسيد بيحتوي على 320 جرام من الكبر. 320 جرام دي تمثل كام مول؟ هو مديني المولر ماس بتاع الكبر 64. لو مسكنا الآلة الحاسبة كده بسرعة وضربنا 64 قسمنا آسف 320 على 64 هنلاقيها بتساوي 5 ببساطة من غير لف ودوران. هو بيقول لي المولر ماس بتاع الكبر 64، ومديني ان انا عندي 320 جرام من الكبر. ال 320 جرام دول يمثلوا كام مول؟ هقسم دي على دي يديني 5 مول. اذا الكمية اللي عندي عبارة عن 5 مول من الكبر، وبالتالي 5 مول من الكبر اوكسايد لان هو الرمز بتاعه COO. طيب الخمسة مول من الكبر اوكسايد دول يساوي كام جرام؟ الكبر اوكسايد اللي هو CuO، المولر ماس بتاعته حوالي 80، يعني 79.5 او 6.10، يعني حوالي 80. لما نضرب ال 80 في 5، 8 في 5 ب 40، يبقى 400 جرام اللي هي 4.10 كيلو جرام. طيب حسبة تانية، هنفترض ان انا مش عارف المولر ماس بتاع الـ COO لوحده، عادي انا ممكن احسبها. انا عندي 320 جرام
وعندي اكسجينه وعندي 5 مول، يبقى الاكسجينه الواحده المولر ماس بتاعتها 16 وعندي 5 مول، يبقى اضرب 5 في 16، 5 في 10 ب 50، و5 في 6 ب 30، يبقى 80. 80 على 320 يبقى 400، يبقى التوتال عندي كام؟ 400 جرام. طيب احسب عندي قد ايه من الصوديوم كربونات داي هيدريت. كلمة هيدريت يعني مي، داي تراي تترا، كل واحدة بقى ايه طول ما انت ماشي بالارقام، يبقى 2 3 4 5 وهكذا، ديكا يعني 10 طول ما انت ماشي. فهو بيقول لي عندي قد ايه من الصوديوم كربونيت داي هيدريت اللي هو ال Na2CO3 2 مية تمثل 53 جرام من الانهيدروس صوديوم كربونيت. الانهيدروس صوديوم كربونيت اللي هو انا شلت منه المية، انهيدروس. تمام. طيب احنا دلوقتي عندنا لو انا شلت المية من الحزب يتبقى عندي كام؟ المية لو انت حسبتها 4 اتشات ب4 و2 اكسجين ب32، يبقى حوالي 36. طيب لو انت شلت 36 من 142 يبقى عندك كام؟ 106. يبقى اذا المولر ماس بتاع الصوديوم كربونات اللي هو الانهيدروس اللي مفهوش مية 106 جرام لكل مول. طيب انا عندي كام؟ يعني اللي هو مديهولي كام جرام؟ 53 جرام. طب ال 53 جرام دول تمثل قد ايه من ال 106؟ هلاقي تمثل النص بالظبط. يبقى اذا الكميه اللي موجوده عندي عباره عن ايه؟ عن نص مول. ماشي، نص مول. طيب النص مول من الصوديوم كربونات داي هيدريت، ما تقسم 142 على الاتنين يدي لك 71 جرام. حلو كده. يبقى انا دلوقتي حددت انا عندي قد ايه من المول بناء على المولر ماس او كام جرام في المول الواحد، وبعدين اشوف انا عندي كام جرام يبقى دول يمثلوا كام مول، وبعدين اشوف بقى المادة اللي هو طالبها عندي الكام مول دول منهم، نص مول او الربع مول او التلات اربع مول او الاتنين مول، يمثلوا كام جرام منهم. طيب افتر دراينج 20 جرام من الكريستالين صوديوم سلفيت وسبتهم لحد ما اتبقى عندي 8.82 جرام انهيدروس صوديوم سلفيت. بيقول لي نوع الكريستالين هيدريت اوف صوديوم سلفيت ايه هو. طيب هو في الغالب اصلا ككيميكال يعني اللي بيستخدم في العمليه دي ان انا اطلع الانهيدروس من الهيدروس بيبقى بيسموه الصوديوم سلفيت ديكا هيدريت اللي هو 10 ميه اللي هو ال Na2SO4 ومعاه 10 جزيئات ميه، فدي حاجه مش محتاجه حسابات يعني. What is the weight of 2 ملي مول؟ خد بالك ملي مول يعني 1 على 1000 من المول، يعني المول مضروب في 10 أس سالب 3 من الكوليسترول اللي هو ايه C27H46O. وعندي كم مولكيول؟ انا لو عرفت، هو بيقول لي انا عندي 2 ملي مول. ماشي، 2 ملي مول دي انا هضربها، خد بالك هو لو عندي 1 مول يبقى عدد المولكيولز 6 23 من 1000 في 10 أس 23، يبقى 2 ملي مول اللي هي 2 على 1000 من المول هضربها في العدد ده، يبقى ده اذا عدد المولكيول، يبقى اذا اللي هو كام؟ 12.5 × 10^20. طيب عايز اعرف بقى الوزن اللي موجود عندي. سهل، انا عندي 2 ملي مول، الواحد مول هو مديني اهوت بيساوي 385 جرام، يبقى ال 2 ملي مول يساوي كام؟ طرفين في وسطين، وخد بالك الملي مول غير المول. طيب الحل ايه؟
الحل لما اجي اكتب اكتبها ازاي؟ يعني مثلا هنا ملي مول اهو، وهنا ده بالمول، يبقى لازم احول واحد فيهم للتاني. يعني ايه؟ يعني يا اما اقول 1 مول يا اما اقول 1 مول فيه 385 جرام، يبقى اذا 2 على 1000 مول اللي هو 2 من 1000 مول يساوي كذا جرام. يا اما احول اللي فوق اخليه 1000 ملي مول، ما هو 1 مول فيه 1000 ملي مول يساوي كذا جرام، اذا 2 ملي مول يساوي كذا، واضرب طرفين في وسطين هيديني في الاخر 77 من 100 جرام اللي هي 770 ملي جرام. تمام. طيب ايه الفرق بين الرقم ده اللي هو 1.2 × 10^10^21 وهنا 12 × 10^20؟ الفرق الوحيد ان هو هنا خلى العلامة بعد الواحد، هنا خلى العلامة بعد الاتنين، وبالتالي زود بدل 10^20 خلى 10^21. يعني دي تحويلات رياضية كلها، ده نفس الرقم بالظبط، ده هو ده بالظبط. الفرق ان هنا خلى الاس 20، هنا خلى الاس 21. طب الفرق بين ده وبين ده هنا 770 مللي جرام. يعني ايه؟ يعني 77 من 100 من الجرام هي هي برضو. طيب احسب كمية الباريوم سلفيت اللي هو البي اس او 4 الموجودة في 1.2 × 10 في كذا 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 10^24 اتوم من السلفر. طيب لما تبص على الرقم ده يفكرك بايه؟ عدد افوجادرو الموجود في مول واحد من المادة 6 × 23 × 1000 × 10^23. الرقم ده لما تبص عليه كده، نعمل حركة شوية، لو خلينا دي 10^23 يبقى اذا هنخلي العلامة هنا ايه؟ بعد الاتنين، يبقى 12 و4 من 100 × 10^23. لما تبص على عدد افوجادرو وتضربه في 2 يدي لك الرقم ده، اذا الرقم ده هو ضعف عدد افوجادرو. يعني اذا الرقم ده موجود في قد ايه؟ في 2 مول. قبل ما تبص على اي استراكشر واي حاجه، الرقم ده هو عباره عن دبل عدد افوجادرو، يبقى اذا العدد ده موجود في 2 مول، اذا الكميه اللي عندي عباره عن 2 مول. طب هو الواحد مول فيه كام؟ فيه 233 جرام، يبقى الاثنين مول فيهم كام؟ 466 جرام اللي هم 466 من 1000 كيلو جرام. بكل بساطه احسب كمية الكالسيوم كربونيت CaCO3 المساوية لعدد المولكيولز الموجود في 20 جرام من ال NaOH. ال NaOH لما تيجي تشوف الواحد مول منها هتلاقيه موجود فيه 40 جرام، يبقى اذا ال 20 جرام دولت، طب عرفنا 40 جرام منين؟ الصوديوم 23، الاكسجين 16، ال H 1، ما تجمعهم تلاقيهم 40. 40 جرام موجودين في واحد مول من ال NaOH، يبقى ال 20 جرام موجودين في ايه؟ في نص مول. يبقى اذا الكمية اللي عندي من الكالسيوم كربونيت عبارة عن نص مول. النص مول ده بيحتوي على كام؟ على 50 جرام اللي هي 500 كيلو جرام. طيب بيقول لي a newborn excrete، يعني الطفل اللي لسه مولود بيفرز في البول بتاعه في اليورين 3 ملي مول من اليوريا في اليوم. بيقول لي بقى قد ايه نيتروجين موجود في اليوريا دي. اليوريا عبارة عن NH2 سي دبل بوند او NH2، او بتتكتب كاختصارا يعني CONH2 لكل 2. طب انا عندي كام نيتروجين يا باشا؟ ده 1 مول على بعضه، اهوت المول الاستراكشر الاساسي، في ادي الكل 2، يعني انا عندي 2 نيتروجين. نيتروجين الواحدة العدد الكتلي بتاعها كام؟ 14. يبقى انا عندي 2 نيتروجين يبقى 28. تمام. طيب يبقى الواحد مول من اليوريا فيه 28 جرام نيتروجين، يبقى التلاتة ملي مول من اليوريا فيهم كام؟ هي بتتحسب كده دايما طرفين في وسطين، الواحد مول فيه 28 جرام، يبقى التلاتة ملي مول فيهم كام جرام؟
وزي ما قلنا هنا ملي مول، يبقى التانية لازم تبقى ملي مول، او نحول دي تبقى 3 على 1000 من المول. لما اجي احسبها طرفين في وسطين يديني 84 ملي جرام. طيب ال 84 ملي جرام دي تمثل كام ملي مول؟ لو انت حسبتها يعني لو جيت تقسم كده 84 ملي جرام، احنا قلنا 14، النيتروجين 14 ماشي، الواحد مول منه فيه 14، يبقى 84 ملي جرام على 14 يساوي 6 من 1000 مول، اللي هي ايه؟ 6 ملي مول. ايه 6 من 1000 مول اللي هي 6 ملي مول. تمام. يبقى الفكرة دايما ايه؟ انا عندي كم مول والواحد مول فيه كم جرام، طرفين في وسطين يطلع لي الايه؟ المجهول اللي عندي، اما عدد المولات او عدد الجرامات. طيب ان ادلت اكسكريت 200 ملي مول من الكلورايد اللي هو السي ال في اليورين، نفس الكلام، الرجل الكبير بيطلع 200 ملي مول من الكلورايد في اليورين. عندي قد ايه صوديوم كلورايد في اليورين؟ الصوديوم كلورايد اللي هو ال NaCl 58.5 جرام لكل مول. طيب خد بالك بقى يا باشا، الواحد مول من ال NaCl، الواحد مول من ال NaCl فيه 58 جرام. طيب يبقى الـ200 ملي مول فيهم كام؟ 200 ملي مول دي اللي هي 2 من 10 من المول ماشي، لو انت حسبتها على الآلة الحاسبة 2 من 10 هنلاقيها بتساوي 11.7 جرام. يعني الواحد مول من ال NaCl فيه 58 جرام، يبقى ال 200 ملي مول فيهم كام؟ قال فيهم 11.7 جرام، اللي هم لما تيجي تقربها يعني حوالي 12 جرام، اللي هي 12 من 1000 كيلو جرام. طب دول يمثلوا قد ايه من المول؟ المول من الصوديوم كلورايد، قال لي حوالي 2 من 10 من المول اللي هو الخمس يعني. طيب انا دلت اكسكريت نص مول من اليوريا في اليوم، عندي قد ايه من النيتروجين والاكسجين والكربون؟ طيب تعال نشوف كده، الواحد مول من اليوريا في كربونية واحدة، يعني واحد مول من الكربون، اكسجينة واحدة، 2 نيتروجين يعني 2 مول من النيتروجين، 4 هيدروجين يعني 4 مول من الهيدروجين. طيب يبقى بالحسبة كده نص مول من اليوريا، الواحد مول من اليوريا اللي هو ده في 1 مول كربون ونص نيتروجين ونص وواحد اكسجين و2 نيتروجين، ده الواحد مول. يبقى النص مول بنفس الفكرة برضو، في نص مول من الكربون، في نص مول من الاكسجين، في 1 مول من النيتروجين. خد بالك تاني، ده اليوري بيحتوي، ده 1 مول من اليوري بيحتوي على كم مول من المكونات بتاعته؟ عندي كم كربونة واحدة، يبقى دي 1 مول من الكربون، كم اكسجينه واحده، يبقى 1 مول من الاكسجين، كم نيتروجينه، ان بس الكل 2 يبقى 2 نيتروجين، يبقى الواحد مول من اليوريا بيحتوي على 2 نيتروجين. طيب يبقى النص مول طرفين في وسطين، يبقى اذا نص مول من الاكسجين، نص مول من الكربون، 1 مول من النيتروجين، واشوف كل واحده منهم فيها كم جرام. يعني الاقي مثلا 1 مول من النيتروجين فيه 14 جرام، نص مول من الكربون فيه 6 جرام، نص مول من الاكسجين في 8 جرام. طيب 2 مول من الانيلين بيحتوي على ايه؟ الانيلين ده اللي هو C6H7N، بيقول لي 2 مول منه بيحتوي على قد ايه؟ طيب
الواحد مول منه فيه 6 كربونات، يبقى ال2 مول بيحتوي على كام؟ على 14 كربونة. لا طبعا مش 14، ركز، على 12 كربونة. ماشي، يبقى ال12 فيه كام؟ الكربونة المولر ماس بتاعتها 12، يبقى 12 في 12 يبقى 144 جرام من الكربون. طيب الماس ريشيو اوف هيدروجين اند نيتروجين، خد بالك الماس ريشيو، انا عندي 7 هيدروجينات، 7 هيدروجينات، وكام نيتروجينة؟ واحدة. ال7 هيدروجينات يمثلوا المولر ماس بتاعهم 7، لان الهيدروجينة بواحد، والنيتروجينة بكام؟ ب14. يبقى اذا لما اشوف نسبة وتناسب 7 على 14 يعني 1 لـ2، يبقى لما يقول لي الماس ريشيو، ريشيو يعني نسبة، ماس ريشيو من الهيدروجين للنيتروجين النص بالنص، يعني 1 لـ2 اللي هي 7 على 14. تمام. طيب لو 2 مول بقى هلاقي نفس النسبة برضو، هتبقى 14 لـ28، يعني برضو 1 لـ2. طب انا عندي من 2 مول فيهم كام جرام هيدروجين؟ انا عندي الواحد مول فيه 7، يبقى ال2 مول فيهم كام؟ 14. طيب بيقول لي احسب الماس بيرسنتج، يعني كام في المية او كام من 10 من الكربون الموجودة في البايريميدين. البايريميدين خد بالك احنا بنحسب على الماس مش على العدد، يعني لازم اجيب الكتلة الاول وبعد كده ايه اشوف الريشيو عاملة قد ايه. انا عندي البايريميدين عبارة عن حلقة كده سداسية فيها 4 كربونات ومجموعتين نيتروجين والباقي اتشات. طيب لما نيجي نشوف الماس ريشيو بقى بتاع الكربون هلاقيها تمثل قد ايه. انا عندي 4 كربونات في 12، 4 في 10 ب40، 4 في 2 ب8، يبقى دي 48. حلو. وعندي نيتروجينتين يمثلوا كام؟ يمثلوا 14 و14، يبقى 28. تمام. وعندي 4 اتشات يمثلوا 4، يبقى انا عندي 48، والاتش والان 4 و28، يبقى 32. لما اجي احسبها على الآلة الحاسبة او حتى في دماغي هلاقي ان نسبة الكربون اللي هما 48 جرام بالنسبة للتوتال بقى المجموع التلاتة اللي هو 80 جرام تمثل 6 من 10 اللي هي 60%. طيب يبقى انا خد بالك انا ما بحسبش حسبة ارقام، ما بقولش 4 على 4 على 2، لا انا هنا هو طالب مني الماس، فالماس لازم اجيب الكتلة الاول. عندي قد ايه مية في 50 جرام بلو فيتريول كوبر سلفيت؟ كوبر سلفيت اللي هو CuSO4، 5 مية، 5H2O. ده المولر ماس بتاعته 200، حوالي 250 جرام لكل مول. طب هو بيقول لي 50 جرام، المول الواحد فيه 250 جرام، يبقى ال50 جرام دول يساوي ايه؟ 250 على 5، يعني الخمس اللي هو 1 من 5، تمام، اللي هي بتساوي 20% يعني. طيب ده بقى يمثل قد ايه؟ كم مول يعني مية؟ طيب انا عندي الواحد مول من الفيتريول كبر سلفيت، البلو فيتريول كبر سلفيت ده في 5 جزيئات مية، يعني 5 مول من المية. يبقى ال50 جرام قلنا تمثل كام؟ تمثل الخمس، يبقى 5 × 5 = 1، يبقى اذا انا عندي 1 مول من المية. تمام. الواحد مول من المية ده فيه كام جرام يا باشا؟ لما تيجي تحسبها 2H يبقى دي 2، والاكسجين 16، يبقى 2 و16 يبقى 18 جرام. طيب الواحد مول من المية بيحتوي على كام مولوكيول مية؟ قال لي 6 × 23 × 1000 × 10^23 اللي هو الافوجادرو كونستانت او ثابت افوجادرو. لو قلنا ثابت افوجادرو ده هو عدد المولوكيولز الموجودة في واحد مول من اي مادة. طيب عندي قد ايه من المية في كريستالين وي ان 28.7 جرام من الوايت فيتريول زنك سلفيت اللي هو ZnSO4 7 مية.
خد بالك، انا عندي 7 مية ماشي حلو، لما اجي اشوف هو مديني بقى الايه الكمية الجرامات من المادة اللي عندي 28.7. طيب 28.7 دي تمثل قد ايه من الواحد مول من المادة؟ لما اجي اقسمهم على بعض 28.7 على 288 هلاقيها بتساوي حوالي 1/10 مول. لا طبعا، ركز معايا تاني، 28.7 جرام تمثل 1/10 مول من الايه، مش من الميه، من المادة كلها اللي هي الايه، الزنك سلفيت وايت فيتريول. طيب الواحد مول اصلا من المادة دي في قد ايه مية؟ في 7 مول، يبقى انا عندي 1/10 من 7 يبقى يساوي ايه؟ 7/10. يبقى اذا انا عندي 28.7 جرام من المادة دي بيحتوي على 7/10 مول من المية، او 700 ملي مول من المية، اللي هي تساوي 12.6 جرام. طيب جت منين؟ انا دلوقتي ده المادة الاساسية اللي عندي هيت فيها 7 جزيئات مية، 7 H2O، ده 1 مول من المادة، يبقى الواحد مول فيه 7 مية. الواحد مول ده كام جرام يا باشا؟ 287 جرام. يبقى اذا 28 يعني الواحد مول في 287 جرام، يبقى كام مول فيهم 28.7؟ اضرب طرفين في وسطين يبقى 1/10 مول. 1/10 مول من المادة كلها عبارة عن قد ايه مية؟ انا عندي الواحد مول في 7 مية، يبقى 1/10 مول فيه كام؟ اضرب طرفين في وسطين يديني 7/10 مول، اللي هي 700 ملي مول. طيب واشوف بقى ايه الواحد جرام من المية، الواحد مول من المية في كام جرام؟ يبقى 7/10 مول في كام جرام. يبقى الفكرة هنا كلها ببساطة ان انا بشوف الرقم اللي هو مديهولي يمثل قد ايه من الواحد مول من المادة الكبيرة، ثم اشوف مكونات المادة دي نفسها، هل المادة اللي هو بيسأل عنها تمثل 1 مول من المادة الاساسية ولا اقل ولا ازيد، وبناء عليه احسب الحسبة بتاعتي. ودايما الفكرة بتمشي موضوع طرفين في وسطين ده، اللي هو 1 مول من المادة في كذا، يبقى اذا عدد الجرامات اللي عندي فيها كذا مول، كذا مول ده يمثل كذا جرام. طيب how many molecules of water الموجودة في 18 لتر؟ عندي كم مولكيول من المية موجود في 18 لتر؟ احنا اعتبرنا احنا كده كده المية الوزن الجزيئي بتاعها المولر ماس او المولكولار ويت بتاعها 18. طيب مجازا هنعتبر ان اللتر من المية بيحتوي على 1000 جرام، ماشي، يبقى انا عندي 18 لتر بيحتوي على 18000 جرام. يبقى اذا ال 18 لتر دولت فيهم كام مول بقى؟ احنا الواحد مول 18، يبقى اذا اللتر الواحد بيحتوي على 55.5 مول، يبقى اذا ال 18 لتر بيحتوي تقريبا على 1000 مول. حلو، انا عندي المول الواحد بيحتوي على 6.23 من 1000، في 10 أس 23، يبقى الالف مول بيحتوي على كام؟ على 6.23 من 1000 في 10 أس 26، والباقي عبارة عن تعديلات. يعني هنا ايه، خلى العلامة بعد رقم، هنا خلى العلامة بعد رقمين، وزود في الأس ونقص في الأس، لكن الرقم الأساسي ايه؟ 6.23 في 10 أس 26. جت منين؟ زي ما قلنا، هو احنا اعتبرنا ان اللتر من المية بيحتوي على 1000 جرام، يبقى اذا المول بيحتوي
على 18 جرام، يبقى اللتر بيحتوي على 55.5 مول، يبقى ال 18 لتر بيحتوي على تقريبا 999 او 1000 مول. اما نضربهم يبقى انا عندي 1000 مول بيحتوي على كام؟ على 6.23 في 10^26. In which formula of sulfur compound اللي هو الاس is the mass ratio، خد بالك mass ratio يبقى انا عايز احسب كتلة وبعدين اشوف النسبة. الاكسجين والسلفر is 1:1، يعني المفروض الاس لو هنرجع للجدول الدوري هنلاقي الايه الاكسجين 16 والاس 32، يعني تقريبا كده الضعف. ماشي. طيب هو عايز مركب تكون فيه النسبة ما بين الكتلة بتاع الاس والكتلة بتاع الاكسجين 1:1. اذا بالمنطق كده الاس ضعف الاكسجين، يعني لو موجود عندي اس واحدة هيبقى 2 اكسجين، لو 2 اس يبقى 4 اكسجين، لو 3 اس يبقى 6 اكسجين، وهكذا. الامثلة اللي بتحقق الكلام ده ايه؟ قال لي SO2 واحدة اس مع 2 اكسجين. مثال زي ده عندي 2 اس ودي 3 اكسجين وكمان 1 اكسجين يبقى 4. مثال زي ده عندي 3 اس وستة اكسجين. مثال زي ده 2 اس واربعة اكسجين. ده مش محتاج حسابات قوي، هو محتاج بس تبقى فاهم ان دي ضعف دي، وبالتالي اي ايه رقم يبقى المفروض موجود ايه يبقى ضعفه. باي اناليسز اوف organic compound it was found that mass ratio ما بين الكربون والاكسجين والهيدروجين عبارة عن 12:1:32. The water solution of this compound colors the litmus paper to red. Which compound is it؟ طب هو بيقول لي انا عملت تحليل لمركب كيميائي معين والكتلة بتاع الايه النسبة الكتلية بتاع المكونات بتاعته اللي هي الكربون والهيدروجين والاكسجين طلعت 12:1:32، والمركب ده بيحمر ورقة عباد الشمس. ايه هو المركب ده؟ المركب اللي بينطبق عليه المواصفات دي بيسموه الاوكزاليك اسيد. الاستراكشر بتاعه COOH، نوع من انواع الكربوكسيليك اسيد. ده اسم تاني ليه، تاني دايويك اسيد. طيب لما نيجي نطبق الكلام ده بقى ككيميكال وكحسابات، هو الاستراكشر بتاعه COOH، يعني C2 كربونتين واتنين هيدروجين واربعة اكسجين. الكربونتين ب24 والهيدروجنتين ب2 والاربعة اكسجين يساوي كام؟ 4 × 16 4 × 10 = 40، 4 × 6 = 24 يبقى 64. يبقى اذا انا عندي 24 لاتنين ل 64. لما تقسمهم يبقى 12، 24 على 2 فيها ال 12 و2 على 2 فيها الواحد و64 على 2 فيها ال 32، يبقى 12:1:32. طيب عندي قد ايه سلفر دايوكسيد اللي هو ال SO2 من الكومبشن او احتراق 8 جرام من السلفر اندر ستاندرد كونديشن. ستاندرد كونديشن اللي هي ظروف معينه من الضغط والحراره، تمام، او بيسموها الظروف المثاليه. طيب ال 8 جرام من السلفر يطلعوا سلفر داي اوكسايد. احنا الحسبة الواحد جرام من السلفر داي الواحد مول قصدي من السلفر داي اكسيد فيه 64 جرام، تمام. طيب دول يمثلوا قد ايه من المول؟ انا عندي الواحد سلفر دايوكسيد في واحدة اس في واحدة سلفر، المولر ماس بتاعتها 32،
طيب اللي طالع عندي 8 جرام، الـ8 من الـ32 تمثل قد ايه؟ تمثل الربع، لو قسمنا 32 على 8 اللي هي تساوي 4. اذا الكمية اللي عندي تمثل ربع مول، يعني 25% من المول. طيب ربع مول من السلفر، ربع مول من السلفر دايوكسيد يساوي كم جرام بقى؟ انا عندي السلفر دايوكسيد المول الواحد منها فيه 64 جرام، يبقى الربع مول منها فيه قد ايه؟ اقسم 64 على 4 يديني 16. تمام. طيب الكلام ده انا شايف في الاختيارات لتر، انا عندي الايديال الغاز يعني في الحالة المثالية الواحد مول بياخد حوالي 22.4 لتر، يبقى الحجم اللي عندنا اللي هم 16 جرام او ربع مول دول ياخدوا كام لتر؟ ياخدوا حوالي 5.6 لتر. تمام، دي معلومة ثابتة ان اي غاز في الحالة المثالية بياخد حوالي 22.4 لتر الواحد مول منه يعني. طب انا اللي عندي ربع مول، طب انا عرفت ان هو ربع مول منين؟ زي ما قلنا الواحد مول فيه كذا يبقى اذا الكم جرام اللي عندي يمثله كم مول، وارجع اطبق بقى في المركب اللي هو بيسألني عنه. طيب لو الدنيا معكوسة، يعني هو بيسألني على الاكسجين او بيسألني على مركب هو جزء من المركب الكبير، وكان مثلا يعني دي لو كانت 2S، اذا الكمية دي كانت هتقل، بمعنى يعني لو الاس دي تمثل من المركب الاساسي 2 مول، يعني التمانية جرام اللي موجودين دول مش هيمثلوا بقى ربع، ده هيمثلوا تمن، يبقى اذا هعتبر ان اللي موجود عندي تمن مول، واحد على تمانية يعني، وابدأ اعمل حسبتي بناء على كده. يبقى انا باخد بالي الاول من الحسبة، واحد مول فيه كذا، وابص على الاستراكشر اشوف المادة دي تمثل قد ايه، في كم مول منها مكون للمادة الكبيرة، وبعدين احسب حسبتي. طيب الكربون دايوكسيد اللي هو CO2 بيطلع من التوتال اوكسيديشن 60 جرام من الجلوكوز، قد ايه بقى كربون دايوكسيد؟ طيب احنا لما نيجي نبص على الجلوكوز هلاقي عمك الجلوكوز ده المولر ماس بتاعته 180 جرام. طيب 180 جرام لكل مول يعني، يبقى 60 جرام يمثلوا ايه؟ يمثلوا التلت. حلو. طيب يبقى انا عايز اعرف كربون دايوكسيد قد ايه بقى. طيب مبدئيا انا عندي زي ما قلنا معلومة اللي هو الايديال جاز في الستاندرد تمبريتشر وبريشر بيحتاج 22.4 لتر لكل مول. طيب المعادلة اللي هي C6H12O6 لما بيحصل له اكسيديشن بيطلع لي ايه؟ ثاني اكسيد كربون وميثانول. ف اللي بينتج عندي قال لي تلت مول من الجلوكوز. هو الصح هنا ان انا عندي 60 جرام جلوكوز دول يمثلوا تلت او واحد على تلاتة من المول من الجلوكوز. المعادلة الموزونة ان الجلوكوز لما بيحترق زي ما احنا شايفين كده بيطلع ايثانول وبيطلع 2، دي المعادلة هيت، وبيطلع 2 CO2. ماشي، يعني واحد مول من الجلوكوز بيطلع 2 مول من CO2، يبقى تلت مول من الجلوكوز هيطلع الناحية التانية نفس الكلام، يعني نقسم 2 على 3. فالمهم في الاخر هتطلع حسبة مختلفة.
هو هنا في الإجابات اعتمد على المعادلة نفسها مش على الأرقام، يعني هو حط إن الجلوكوز بيطلع 1 مول من الجلوكوز بيطلع 2 مول من الكربون دايوكسيد كمعادلة، وبالتالي يبقى أنا عندي 2 مول كربون دايوكسيد، المول الواحد بيحتوي على 44 جرام، يبقى الـ2 مول بيحتوي على 88 جرام، والـ1 مول بياخد 22.4 لتر، يبقى الـ2 مول 44.8 لتر. فهو كده لغى حسبة الـ60 جرام دي خالص. لكن احنا لو مشيناها على 60 جرام، يبقى 60 جرام من الجلوكوز يمثله 1/3 من المول، يعني حوالي 33.5%. فلما نيجي نعمل بقى المعادلة هتطلع الأرقام مختلفة كأرقام، بس احنا هنمشي بقى طبعا على الإجابات اللي هو حاططها، لأن مفيش حتى أوبشن في الإجابات التانية اللي موجودة يطبق الكلام ده، فخلينا ملتزمين باللي هو عامله. طيب الإيثانول اللي هو C2H5OH اللي بيطلع من الفرمنتيشن بتاع الجلوكوز نتيجة التفاعل ده، بيقول لي قد ايه هيطلع من الايثانول من 90 جرام جلوكوز، وقد ايه هيطلع CO2. طيب هي المعادلة زي ما قلنا، 1 مول من الجلوكوز بيطلع 1 مول من الايثانول، و2 مول من الايثانول، و2 مول من الايه من ال... من ثاني اكسيد الكربون اللي هو CO2. تمام. طيب فهو عشان كده بيقول لي اكوي مولر اماونت اوف ايثانول اند CO2، هو الماس مختلف، لكن اكوي مولر يعني ايه؟ يعني نفس عدد المولات، 2 مول من الايثانول، 2 مول من ثاني اكسيد الكربون. طيب هو هنا بيقول لي 90 جرام. خد بالك هنا بقى هو التزم بالرقم ازاي. 90 جرام من الجلوكوز تمثل نص مول من الجلوكوز، فنص مول من الجلوكوز هتطلع لي 1 مول من الايثانول، وهتطلع لي 1 مول من ثاني اكسيد الكربون، 1 مول من ثاني اكسيد الكربون يمثل 22.4 لتر، و1 مول من الايثانول يمثل 46 جرام ايثانول. تمام. يبقى هو هنا اعتمد على المعادلة، هذه المعادلة اللي هي الجلوكوز يطلع لي 2 ايثانول و2 ثاني اكسيد كربون، وال1 مول من الجلوكوز ده بيحتوي على 180 جرام، اذا 90 جرام عبارة عن نص مول، يبقى النص مول من الجلوكوز هتطلع لي 1 مول من الايثانول، هتطلع لي 1 مول من ثاني اكسيد الكربون، فهنا الحسبة مظبوطة. هو هناك في السؤال اللي قبله ما التزمش بالحسبة دي واعتمد على المعادلة بس، انا ما اعرفش ليه، بس يعني هو رجع التزم بالتطبيق الصحيح، يعني السؤال ده واجابته اللي هو 221 ده واجابته اصح من السؤال اللي قبله، يعني او مش اصح، هو اللي صح يعني. طيب احسب كمية الفركتوز، نوع من انواع السكر، اللي جاية من هيدروليسيس اوف 114 جرام من السكروز. هو بيقول لي المولر ماس بتاع السكروز 342 جرام لكل مول. 342 دي تمثل 1 مول، يبقى اذا 114 تمثل كام؟ لما تيجي تحسبها تحسب 114 على 342 تلاقيها تمثل التلت. تمام. يبقى اذا الكمية اللي عندي عبارة عن تلت مول، يبقى اذا تلت مول من السكروز هيطلع لي تلت مول من الفركتوز، والتلت مول من الفركتوز ده يمثل تقريبا 60 جرام اللي هو 6/100 كيلو جرام. احسب كمية الاكسجين اللي هتطلع من الديكومبوزيشن بتاع 68 جرام من الهيدروجين بيروكسيد اللي هو ال H2O2 under standard condition. طيب 68 جرام من الهيدروجين بيروكسيد، الهيدروجين بيروكسيد اللي هو ال H2O2، الواحد مول منه بيحتوي على 34 جرام، يبقى
ال68 جرام دول يمثلوا كام؟ قال لي يمثلوا 2 مول. يبقى الأكسجين هيبقى عندي 2 مول، اللي هما ال1 مول ب16 جرام، يبقى ال2 مول ب32 جرام. فيهم قد ايه؟ فيهم عدد افوجادرو اللي هو 6 × 23 من 1×10³. طب بياخدوا مساحة قد ايه؟ ال1 مول بياخد 22.4 لتر، ماشي. انا شايف يعني هو هنا مختار الاجابة دي، الاجابة دي اللي هي 22.4 دي غلط. دي ام 3 دي اللي هي كيوبيك سنتيمتر، اللي هي بتساوي اللتر. يعني احنا هنا عندنا 2 مول مش 1 مول. وبالتالي المفروض الإجابة تكون 44.8. طيب نقف لحظة كده، هل الكلام اللي أنا قلته ده صح؟ لا مش صح. ليه بقى؟ عشان في حاجة احنا ما خدناش بالنا منها، عشان كده بنقول إن المسائل بتاع الكالكوليشن محتاجة تفكير شوية أكتر منها حفظ معلومات. طيب احنا بيقول لي أنا عندي ديكومبوزيشن للهيدروجين بيروكسيد اللي هو ال H2O2، وهو بيقول لي 2 مول. طيب المعادلة لما تيجي تبص عليها هتلاقيها بتقول لي 2 H2O2 اللي هما 2 مول يعني من الهيدروجين بيروكسيد، بيطلعوا لي حاجتين، 2 جزيء مية وجزيء 1 من ال O2. تمام. اذا المعادلة بتقول ان 2 مول من الهيدروجين بيروكسيد بيطلعوا 2 مول مية وواحد مول من ال O2. تمام. يبقى اذا الكمية اللي عندي عبارة عن 1 مول اكسجين، وبالتالي عدد اللي فيه عدد المولكيولز هو عدد افوجادرو اللي هو 6 × 23 من 1×10³، وبالتالي هو بيشمل مساحة او حجم 22.4 كيوبيك ديسيمتر اللي هو 1 لتر يعني، فبيشمل 22.4 لتر. طيب يظل، طب المفروض بقى بالمنطقي كده ان هو يكون 16 جرام، من هو 1 مول من الاكسجين. لا، هو 1 مول من ال O2 مش 1 مول من ال O بس. طيب ال O2 دي كام جرام؟ يبقى 2 اكسجين، الواحدة ب16 يبقى 32 جرام. لكن هو 1 مول من ال O2 مش 2 مول من ال O. تمام. يعني المعادلة 2 مول من الهيدروجين بيروكسيد اللي هو ال H2O2 بتتفكك، بيحصل لها كومبوزيشن في وجود ديكومبوزيشن في وجود عامل محفز، فبتطلع لي جزيئين مية وجزيء 1 O2، يعني مول من ال O2. فبينطبق عليه قوانين ان هو 1 مول من حيث عدد المولكيولز، من حيث المساحة اللي بيشملها او الحجم. لكن في حتة الجرامات انا بشوف بقى المركب نفسه مكون من ايه، 1 مول من اكسجين اللي هي O بس، ولا من اكسجين اللي هو ال O2. لا O2. يبقى اذا الوزن هنا او الماس 32 جرام. تمام. يبقى ايه، ناخد بالنا من التريكات الصغيرة دي. طيب عندي قد ايه كربون دايوكسيد اللي هو CO2 اللي هيجي من الفرمنتيشن بتاع 36 من 1000 كيلو جرام، اللي هي 360 جرام، متحول كيلو جرام لجرام، يبقى 300 جرام في 1000، 360 جرام من الجلوكوز، والتفاعل زي ما هو مديهوني كده. طيب 180 جرام دي تمثل كام؟ 1 مول. يبقى 360 تمثل كام؟ 2 مول. طيب هو بيقول لي هيطلع قد ايه كربون دايوكسيد. ناخد بالنا بقى، انا عندي المعادلة زي ما انت شايف، 1 مول من الجلوكوز بيطلع 2 مول ايثانول، 2 مول ثاني اكسيد كربون. يبقى اذا لو 2 مول من الجلوكوز اللي هما 360 جرام هيطلعوا لي 4 مول من الايثانول، 4 مول من ثاني اكسيد كربون. 4 مول من ثاني اكسيد كربون دي فيها قد ايه كحجم؟ هضرب 22.4 اللي هو حجم المول الواحد في 4 تديني 89.6 لتر. طيب وانا عندي 4 CO2 كام جرام يا باشا؟ تضرب بقى 4 × 12 و 4 × 2 × 8 × 16، فيدي لك في الاخر 176
جرام او 176 من 1000 كيلو جرام. طيب عدد المولوكيولز انا عندي كام مول؟ 4 مول، يبقى اذا هضرب 4 في 6 23 من 1000 في 10 اس 23 يديني الرقم اللي انا شايفه قدامي. تمام، يبقى انا بحدد كمية الجرامات اللي عندي تمثل كام مول، وبعد كده اشوف المعادلة تطلع ايه. How much carbon dioxide have to react مع 40 جرام NaOH عشان تكون صوديوم كربونات Na2CO3 في النورمال كونديشنز؟ 40 جرام NaOH تمثل ايه؟ تمثل 1 مول. طيب اما نيجي نبص على المعادلة CO2 NaOH Na2CO3 ومية، دي المعادلة الموزونة. يبقى انا عندي مول من ثاني اكسيد الكربون بيحتاج يتفاعل مع 2 مول من ال NaOH. اذا لو انا عندي 1 مول من ال NaOH هحتاج نص مول من ثاني اكسيد الكربون. طيب النص مول ده يساوي ايه؟ انا عندي الواحد مول من ثاني اكسيد الكربون بيساوي ايه؟ ادي 12 و2 في 16 ب 32، و12 يبقى 44. يبقى الواحد مول من ثاني اكسيد الكربون ب 44 جرام، يبقى النص مول من ثاني اكسيد الكربون يساوي 22 جرام، اللي هو 22 من 1000 كيلو جرام. طيب انا عندي نص مول، المول بياخد 22.4 لتر او كيوبيك ديسيمتر، يبقى نص مول هياخد ايه؟ هياخد 11.2 ديسيمتر او كيوبيك ديسيمتر. طيب احسب كمية النيتروجين والهيدروجين اللي انا محتاجها عشان احضر 896 لتر من الامونيا في الستاندرد كونديشن. 896 لتر من الامونيا، امونيا ده غاز اللي هو NH4، يساوي كم مول؟ قال يساوي 40 مول. جبتها منين؟ احنا قلنا الواحد مول فيه 22.4 لتر، يبقى اقسم 896 على 22، المهم تديني في الاخر ايه؟ 40 مول. طب المعادلة اللي عندي بتقول ايه؟ ال N2 مع 3H2 تديني 2NH3. يبقى 1 مول من ال N2 مع 3 مول من ال H2 يديني 2 مول من ال NH3. طيب انا عندي 40 مول من ال NH3، يبقى اما اطبق هنا، انا قلنا 1 مول من دي مع 3 مول من دي يديني 2 مول من دي. طب انا عندي هنا 40 مول، يعني ضربت في كام؟ ضربت في 20. يبقى هنا 20 مول من ال N2 مع 60 مول من ال H2 يديني 40 مول من الامونيا. يبقى اذا انا محتاج 20 مول من ال N2 ومحتاج 60 مول من الهيدروجين. طيب هو المول الواحد من الهيدروجين بيحتوي على عدد قد ايه؟ وبيحتوي على حجم قد ايه؟ كام لتر يعني؟ احنا قلنا 22.4 الايديال جاس، يبقى 60 مول لما نضربهم في 22.4 يديني 1344 لتر، اللي هي الاجابة الاولى. طيب كم مول من الهيدروجين؟ قلنا 60، هو كاتبها لك هنا ايه؟ 600 كيلو مول، اللي هي 60 مول، هي. طيب بيقول لي 3 اكس مول فوليوم اوف هيدروجين زي النيتروجين. انا عندي 60 مول هيدروجين، 20 مول نيتروجين، والفوليوم 3 اضعاف، لان حجم المول هي في الناحيتين ثابت، وهنا 60 وهنا 20. طيب محتاج قد ايه من النيتروجين؟ قال لي 56 من 1000 كيلو جرام، اللي هي 560 جرام. اظن حسبتها سهلة دلوقتي. انا عندي 20 مول من ال N2، احسب بقى ايه ال N الواحدة فيها كام، واضرب يديني الايه كام كيلو كام جرام او كام كيلو جرام. وزي ما قلنا انا بحول من الجرام للكيلو جرام للملي جرام، والعكس بالعكس، لو هحول من الكبير للصغير بضرب في 1000 او في مليون، يعني 10 اس 3 10 اس 6 10 اس 9. لو حول من الصغير للكبير بقسم على 1000، بقسم على 10 اس 6 وهكذا. طيب عندي قد ايه بوتاسيوم نايتريت اللي هو ال KNO3؟ هيطلع من عمليه النيوتراليزيشن ب 42 جرام من ال KOH مع النيتريك اسيد.
الكي او اتش مع النيتريك اسيد بيديني بوتاسيوم نيتريت مع ميه، ماشي، 1 مول من كل حاجه. طيب الواحد مول من الكي او اتش فيه 56 جرام من الكي او اتش. طيب هو مديني 42 جرام. لو انا جيت قسمت ال 42 على 56 يديني 75%. يبقى اذا انا عندي 75% مول، يعني مول الا ربع يعني، من الكي او اتش. المعادله بتقول ان مول من النيتريك مع مول من الكي او اتش يديني مول من البوتاسيوم نيتريت. يبقى اذا انا عندي مول الا ربع من الكي او اتش، يبقى انا عندي برضو هيبقى فيه مول الا ربع من البوتاسيوم نيتريت. والمول الا ربع ده انا عندي المول الواحد من البوتاسيوم نيتريت في 106، يبقى مول الا ربع فيه حوالي 75 او 76 جرام، اللي هي 75.5 و 75% دي. او لما اجي احولها لكيلو جرام بقى تبقى ايه، 76 من 1000 كيلو جرام. يبقى الفكرة كلها انا كل اللي عملته ايه، شفت المعادلة، 1 مول من دي مع 1 مول من دي يديني 1 مول من التاني. الواحد مول فيه كام جرام؟ كذا. يبقى اذا اللي هم الكمية اللي هو مديها لي تساوي كذا من المول، طرفين في وسطين، خلاص عرفت، وبالتالي اقدر اجيب بقية الاجابات. How much من الامونيا، gaseous ammonia اللي هو ال NH3، انا محتاجه عشان اطلع 99 جرام من الامونيوم سلفيت. الامونيوم سلفيت اللي هو ال NH42SO4، المولر ماس بتاعته 132 جرام لكل مول، لكل مول. يبقى 99 دي تمثل كام؟ تمثل تقريبا يعني مول الحبة كده. طيب المعادلة الموزونة بتقول ايه؟ ادي الامونيا بفعله مع كونك سلفوريك اسيد H2SO4 يديني الامونيوم سلفيت. المعادلة بتقول ان 2 مول من الامونيا، 1 مول من ال H2SO4 يديني 1 مول من الامونيوم سلفيت اللي هو 132 جرام لكل مول ده. طيب يبقى اذا انا عندي هنا 99 جرام، حلو، يمثلوا قد ايه من المول؟ لو انا قسمت 99 دي على 132 الاقيها بتساوي 75%. تمام، 75% من المول ده بالنسبة للأمونيوم سلفيت. طب تمثل قد ايه بقى من ال2 مول بتوع الأمونيا؟ تمثل 1.5 مول. حلو، يبقى عشان اطلع 1 الا ربع او مول الا ربع من الأمونيوم سلفيت محتاج 1.5 مول من الأمونيا. تمام، جت منين المعادلة؟ زي ما بنقول 2 مول من الأمونيا، 1 مول من H2SO4 يديني 1 مول من الأمونيوم سلفيت. وأبدأ أكمل حساباتي عليه، 1.5 مول. طب الحجم قد إيه باللتر؟ المول الواحد 22.4، يبقى 1.5 أضرب يديني 33.6. طيب الكونسنتريشن بتاع الزنك في السيروم، السيروم ده اللي هو جزء من تكوين الدم، في الطفل المولود بيساوي 20 مايكرومول لكل لتر. خد بالك، مايكرومول. طيب يعني كل لتر فيه 20 مايكرومول. عندي قد ايه من الزنك في 100 ملي؟ عادي خالص، خد بالك المعادلة هتتكتب كالتالي، 20 مايكرومول في لتر، لتر ده اللي هو 1000 ملي. يبقى كام مايكرومول موجود في 100 ملي؟ الالف ملي بقت 100 ملي، يعني قسمت على 10، يبقى الناحية التانية 20 على 10، يبقى 2 مايكرومول، 2 مايكرومول من الزنك. ماشي، انا عندي الزنك اللي هو الزد ان، المول الواحد فيه 65 جرام، ماشي، يبقى اذا ال2 مايكرومول فيهم كام؟ فيهم 1.3 × 10^10 × 4 من الجرام. اظن دي خلاص بقت حسبة سهلة، مش محتاجين نشرحها، ان انا احول من جرام لملي جرام لمايكرو جرام، ومن المول لملي مول لمايكرو مول. الفكرة زي ما قلنا تحويلات، وهنا انا بحط دي
20 مايكرومول موجودين في لتر، يبقى اذا كام مايكرومول موجودين في 100 مللي؟ طيب اللتر ده يمثل كام؟ يمثل 1000 مللي. زي ما قلنا لازم التمييز يبقى ثابت في الناحيتين، يعني لو انا بتكلم هنا لتر يبقى الناحية التانية لتر، لو انا بتكلم هنا مللي يبقى الناحية التانية مللي، لو انا بتكلم مايكرو يبقى الناحية التانية مايكرو، وهكذا. طيب عندي قد ايه من ال CuSO4 5 ميه اللي هو البلوفيتريول عشان احضر، او انا محتاج قد ايه من ده يعني عشان احضر 50 مللي سوليوشن بتركيز نص مول في اللتر؟ ماشي، نص مول في اللتر اللي هو نص مول في الالف مللي. هو عايزني احضر سوليوشن او سائل يعني تركيزه نص مول لكل لتر. طيب هو بيقول لي السائل ده حجمه كام؟ 50 مللي. يبقى اذا الخمسين مللي هيبقى فيهم قد ايه من المول؟ اللتر 1000 مللي، قال لي فيه نص مول، يبقى الخمسين مللي فيهم كام؟ قال لي فيهم 25 من 1000 من المول. ما تحسبها كده، النص مول موجود في 1000 مللي، يبقى كام مول موجود في 50 مللي؟ طرفين في وسطين، يبقى 25 من 1000 مول، اللي هو 25 مللي مول. ماشي، ولما تضرب بقى انت دول فيهم كام جرام؟ هو انت عندك المركب الاساسي 250 جرام لكل مول، يبقى ال 25 مللي مول يمثله حوالي 6 جرام وشوي. عندي قد ايه صوديوم كلورايد في 100 مللي فيسيولوجيكال سلاين؟ خد بالك الفيسيولوجيكال سلاين ده اللي هو بيسموه محلول الملح، التركيز بتاعه 9 من 10% صوديوم كلورايد، يعني 9 جرام لكل لتر، 9 جرام صوديوم كلورايد موجودين في 1000 مللي من المحلول. حلو، طب يبقى 9 جرام موجودين في 1000 مللي، يبقى كم جرام موجودين في 100 مللي؟ طرفين في وسطين برضو، يبقى انا عندي 9 من 10 جرام اللي هما 900 مللي جرام. ماشي، ودي تمثل قد ايه من المول؟ احسبها انت بقى، يعني هتطلع في الاخر 15 مللي مول. ماشي، ان انا عندي الواحد مول من ال NaCl 58.5 جرام، يبقى 9 من 10 جرام يمثلوا كام؟ هنلاقيها بتطلع 15 من 1000 من المول، اللي هي 15 مللي مول. طيب هنكتفي بالجزء ده من الاسئلة ونكمل بقية الاسئلة الخاصة بالكالكوليشن في فيديو تاني هيبقى اقل يعني ان شاء الله من ده. يهمني قوي في الجزء بتاع الاسئله نقطتين ثلاثه، النقطه الاولانيه ان انا ابقى عارف يعني ايه مول، يعني ايه عدد افوجادرو، المول ده فيه كميه قد ايه من الايديال الغاز اللي هي 22.4 من 10، ازاي بحول فكره التحويل مهمه من الملي للمايكرو لللتر للكيلو للجرام، الحاجات دي لان هي كل التركات بتاع الاسئله بنصها بالظبط بيلف حوالين فكره التحويلات. النص الثاني ان انا عندي قد كام جرام من الماده، كام مول من الماده، فانا بشوف المولر ماس بتاع الماده بتاعتي تساوي كام، يبقى الواحد مول فيه كذا جرام، يبقى اذا الكام جرام اللي عندي يمثله كذا مول، واحد مول، نص مول، 3 مول، وبالتالي اعمل طرفين في وسطين واطلع النتيجه اللي عندي. وبقيه الاجابات بتبقى عباره عن تحويلات، يديني اجابه بالمول واجابه بالملي مول، اجابه بالجرام واجابه بالملي جرام، كلها حاجه واحده، فانا بوصل لرقم منهم بيجيب لي بقيه الارقام على طول. تمام، وبالتوفيق إن شاء الله.